بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع أولا ما أخذنا بالأمس ثم نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى. تقدم معنا بالأمس أن ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه منقبة لهذه الأمة. نعم، قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، ذكرنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مكان الحوض وصفة الحوض ومن يشرب من هذا الحوض، وأن الجزاء من جنس العمل. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، وتقدم معنا أن الشفاعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة العظمى. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الباب، لأن الخلل كان في زمن المؤلف رحمه الله تعالى أكثر ما يكون في هذا. نعم. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، المتوفى سنة 21 و300 للهجرة: والعرش والكرسي حق. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وأطال في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، يقول ذكر العرش والكرسي،
العرش هو سرير الملك، والكرسي هو موضع القدمين. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء حقيقي يليق بجلالة عظمته، لا مثل استواء المخلوقين. لكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، كأن يظن أن السماوات تقله أو تظله أو تحيط به، كذلك العرش. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله سبحانه وتعالى غير محتاج لا للعرش ولا للكرسي ولا لغيره. نعم، لكن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. نعم، قال وهو مستغني. قال والعرش والكرسي حق. نعم، خرج بهذا من ينكر أو يقول أنه مجاز. نعم، وهو مستغن عن العرش وما دونه، مستغني عن كل المخلوقات، وكل المخلوقات مفتقرة إليه، ولا يمكن أن هذه المخلوقات أو العرش أو الكرسي تقل الله سبحانه وتعالى أو تحيط به. نعم، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، ولا يحيطون به علما. نعم، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، الخلة أعلى درجات المحبة، ودرجات المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى ثلاثة: المحبة يحبهم ويحبونه، لكن ليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة، وأعلى من المحبة الود. نعم، وأعلى درجات المحبة الخلة، لأنها تملك سويداء القلب. وقلنا فيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. واتخذ وكلم الله موسى تكليما. ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. يقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام أنه كليم الله، وليس معنى هذا أن غير موسى عليه الصلاة والسلام لم يكلمه الله. نعم، قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، واحدة واحدة. الملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول لأنهم يسألون ويجيبون. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: من قال أن ليس للملائكة قلوب عقول فهذا أحق أن يوصف بأنه لا عقل له. نعم، والقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذا إثبات أن لهم عقل. نعم، الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن كل الملائكة إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وصفاتهم: لا يعصون الله ما أمرهم، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاثة وأرباع. وأعمالهم: كجبريل عليه السلام موكل بالوحي، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا: آمنا وصدقنا وسلمنا. الملائكة والنبيين، النبيين هم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم: أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر. نعم، والكتب، الكتب نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا،
وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، قال الكتب المنزلة على المرسلين، لا قلنا، أن الله سبحانه أنزل على كل رسول كتاب منزلة، فيها إثبات أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة، وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله والعرش والكرسي حق، لما ذكر المصنف العرش والكرسي الذي هو بين يدي العرش ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، حتى لا توهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. نعم، وهذا لا يقال في حق الله. نعم، كما قال، قد يتوهم متوهم هذا. كما قال تعالى: هو الغني الحميد. نعم، الغني ذو الغنى، نعم، مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. نعم، ليبين سبحانه أن خلقه للعرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. نعم، علمنا الحكمة أو لم نعلمها آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، ثم أعلم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف، كما قال الناظم: قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخلف الأرض موضعه. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر ذلك ابن القيم. إذا عد الاستواء بإلى، إذا عد الاستواء بإلى، هذا معنى على واستقر وارتفع. فهم؟ بعلى ولا إلى؟ نعم، عدي بعلى ولا إلى؟ عدي بعلى. أي نعم. طيب، ثم استوى إلى السماء أي قصد، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في الخلقة. مفهوم؟ هذه ثلاثة المواضع وردت في القرآن، إما أن يكون الاستواء معدى بعلى الرحمن وعلى العرش استوى. مفهوم؟ نعم، على ما سيذكر المؤلف. والثاني معدى ب إلى أي قصد، لكن عندما تقول ثم استوى إلى السماء قصد، تقول مع ثبوت استواء لله سبحانه وتعالى في الأدلة الأخرى، لأنه قد يتوهم متوهم أنك بهذا تنكر الاستواء. مفهوم؟ نعم. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر. نعم، ذلك هذا المعنى، وإحنا قلنا أن المعاني معلومة. نعم، نقول هذا معنى الاستواء، ونثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي لقدرته وعظمته لا مثل استواء المخلوقين، ويصان الله سبحانه وتعالى على الظنى الكاذبة، مثل أن يظن أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى أو أن الله مفتقر له. نعم، كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، منها استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. نعم، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، من البهتان. استوى عندهم، عند أهل الباطل استولى، نقول هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومخالف أيضا للغة. ثم لو كان استوى بمعنى استولى، هذا معنى أن لله مغالب، ولا يمكن أن يقال هذا. نعم، وسيذكر هو رحمه الله تعالى ابن القيم أن اليهود أمروا بأن يقولوا ها حط عنا خطايانا، أي اغفر لنا خطايا، فقالوا حنطة، زادوا النون. والجهمية أمروا أن يثبتوا الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، فزادوا استولى، زادوا اللام، فشابهوا اليهود في هنا زيادة النون
هنا زيادة اللام. قال: قال والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم، يعني زادوا هنا وزادوا هنا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، كل من استقبل القبلة استقبل قبلتنا، نحكم على ظاهره بالإسلام. كل من صلى واستقبل القبلة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول، نحكم على ظاهره والله أعلم بسريرته. فطريقة أهل السنة والجماعة أننا نحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن كان من أهل القبلة، يعني استقبل القبلة، يعني استقبل مكة للصلاة، أما من استقبل غير مكة هذا لم يستقبل القبلة أصلا. نعم، فنحكم على ظاهره، نحكم على ظاهره بالإسلام. فإذا مات غسلناه وكفلناه وصلينا عليه ويدفن مع المسلمين. أما إن مات على الكفر نعامله على ظاهره، أنه مات على الكفر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ويدفن، نسأل الله عليه السلام، مع الكافرين. ونعامل الأولاد معاملة الآباء، فأولاد الكفار نعاملهم كما نعامل الكفار. الله سبحانه وتعالى يبعث لهم يوم القيامة من يدعوهم إلى الإسلام، أسلموا دخلوا الجنة وإلا، نسأل الله عليه السلام. نعم، فكل من استقبل القبلة نحكم على ظاهره بالإسلام، يعني لا نكفر أهل الإسلام إلا بيقين. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: الشهادة بالجنة وبالنار نحن لا نشهد، نحن نحكم على الظاهر والله أعلم بالسرائر. أما الشهادة بجنة أو بنار فلا نحكم لأحد بعينه أنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اتفاق، مفهوم؟ نعم. عندنا أمر زائد، هذا يقوله بعض العلماء لم يتفقوا على هذا الزائد، وهو أن من شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية هذا نشهد له بالجنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت وجبت. لكن هذا القول قلنا لم يتفقوا عليه، اتفقوا على الأول. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، وليس التصديق والاعتراف فقط كافيين في الإسلام والإيمان اللذين أمر الله ورسوله بهما. وسيأتي معنا في تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فالإسلام الإشكال عندنا، كل الإشكال دائما في التعاريف اللغوية والتعريف الشرعية. يعني نأتي لتعريف التوحيد لغة إشكال، وهناك من يرد كذا. فنحن تعبدنا الله بماذا؟ بالشرع. إذن نمشي على التعريف الشرعية ونرتاح. الإيمان لغة إشكال، وكل ما يأتي تعريف يرد عليه. أترك التعريف هذا لأننا نريد التعريف الشرعي، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال: فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام المتضمن للتصديق والإقرار والعمل. نعم، قول عمل اعتقاد يزيد وينقص. التوحيد لابد فيه من قول وعمل واعتقاد، لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بقلبي يعني اعتقادا، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. عندنا الـ 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 المجادلة والمناظرة وما يعني يكون من بعض الناس، فهل الآن نأتي ونتكلم بأشياء لم يتكلم بها الصحابة رضي الله عليهم ولا تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة، لأن عندنا طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات أننا
أخذنا فيما تقدم، نرجع إلى ثلاث آيات، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ولا يحطنه بعلم، صحيح قاعدة. الغرض من دراسة الأسماء والصفات تعظيم الله سبحانه وتعالى، نعم. ولهذا لا يمكن أننا ندرس باب الأسماء والصفات كما ندرس سيرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يمكن. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء، يعني العرق، سئل أمر عظيم ما يمكن، مفهوم؟ إذن الغرض التعظيم، ونسير على القواعد الثلاثة. أيضا لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم، ولا نخوض ولا نسأل، فكل سؤال لم يرد عن السلف الصالح فهذا نقول بدعة، نعم. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. وهذه القاعدة الرابعة، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. إذن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات، نعم. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نعم، عليه الصلاة والسلام. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، وقلنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، نعم. لأنه يستحيل أن يأتي عاقل ويقول أن الله سبحانه وتعالى يعطي المخلوق الكمال، والمخلوق إذا كان كامل معناه يتكلم، وإذا كان لا يتكلم هذا معناه أنه ناقص، فكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق الكمال ويكون هو ناقص؟ ما يمكن، نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نقول بخلقه، اعلم أن القائلين بخلق القرآن أشهرهم طائفتان، إحداهما المعتزلة، فإنهم يقولون القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق. نعم، وقلنا أن المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري سبب التسمية، وخلاصة مذهب المعتزلة أنهم يقدمون العقل على النقل، نعم. قال: والثانية المتكلمون من الكلابية وأتباعهم، فهم يقولون كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. لذلك تنتبه عندما تأتي وتقول مثلا في القرآن، مثلا عبر عنه في القرآن، لا تقول هذه اللفظة، لأن عندما تقول هذه اللفظة توافق هؤلاء كلابية، فلا تقول، تقول تكلم الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، جاء في القرآن، مفهوم؟ نعم. إن قالها إمام من أمة أهل السنة يحمل على أحسن ما حمل ولا إشكال، لكن عندما أصبحت يعني معتقد عند هؤلاء تحذف عندنا من الكتب، مفهوم الشيخ ولا تقال، نعم. قال: وهذه الخرافة يعتقدونها دينا يدينون الله به، وهم يوافقون المعتزلة في أن القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق، إلا أن المعتزلة يقولون هو كلام الله حقيقة، والكلابية وأتباعهم يقولون هو عبارة وحكاية عن كلام الله. هو عبارة وحكاية عن كلام الله، لأنهم ينفوا الكلام، نعم. فعلى أي اعتبار؟ شيخ الإسلام ذكر رحمه الله تعالى في التدمرية أن كل واحد، كل فرقة من الفرق الضالة تأخذ ضلال من الفرقة الأخرى، فكل فرقة لديها ضلال من الفرقة الأخرى، تلفق من هنا ومن هنا، حتى أن بعض الفرق جمعت كل ضلال في الفرق الضالة واعتقدت نكاية بأهل السنة والجماعة، نعم. فعلى قول هؤلاء الكلابية وأتباعهم يكون النبي عليه السلام لم يبلغ كلام الله، وإنما بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه، وفي نعم. هذا إنكار للرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ كلام المرسل، وقد ألزمهم أهل السنة بذلك. قال ابن القيم في النونية: وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، لأنه لم يبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وادعى هذا كفر أكبر، نعم.
فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. لأنك لو ترسل إنسان برسالة لابد أن يبلغ هذه الرسالة كما أخذها، صحيح؟ أي نعم، فمعناها لم يبلغ رسالة، وادعى عدم تبليغ الرسالة كفر أكبر. نعم، إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ. ومن أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه الأبحاث، فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال وأن معتقده معتقدهم سواء بسواء. هذا إشكال بعض الناس، يعني في هذه الأيام، يعني أول ما يبدأ مثلا بالقراءة في كتب العقيدة قلنا لابد أن يتدرج، يعني يبدأ مثلا أول ما يبدأ لابد يبدأ بالأصول الثلاثة، هذا عند العلماء الربانيين، ثم كتاب التوحيد يرتقي، ثم الواسطية يتوسط بالواسطية، ثم الحموية يحمي بالحموية، ثم يدمر بالتدمرية، هكذا يرتب العلم، ثم بعد هذا يأتي ببعض الكتب الطحاوية كذا كذا، يمشي على هذه الطريقة. فعندما يقرأ مثلا يقرأ في الحموية، يقرأ في التدمرية، الفرق الضالة، ويبدأ، لأنه أول ما يبدأ به يبدأ بمعتقد أهل السنة والجماعة، لا يقرأ أقوال الفرق الضالة، خطأ. نعم، يعرف الحق أولا وما سواه باطل. فعندما تقرأ مثلا مذهب المعتزلة، الكلابية، مذهب مثلا الجهمية، الجبرية، القدرية، قد تقول أن هذه الفرق ليست موجودة ولله الحمد في هذه الأيام، لماذا نقرأ؟ فالأولى أننا لا نقرأ هذه الأشياء، لأنه ولله الحمد في هذه الأزمنة ما نجد معتزلي، صحيح؟ ما نجد يعني جهمي، ما نجد قدري، ما نجد جبري، هذا قد يقول بعض الناس، ولا يدري، يقول لا يدري المسكين أننا في هذه الأزمنة هناك من هو أشد وأخطر ممن كان في ذاك الزمن. أعطيكم مثال، الآن المعطلة لماذا عطلوا؟ هو عطل تنزيها لله، هذا الكلام يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ويقول العلماء المعطل الآن لماذا نفى الصفات؟ لأنه اعتقد أولا، ولذلك قلنا أن أهل الباطل يعتقد أولا ثم يؤول ثانيا، فهو اعتقد أولا، اعتقد تنزيه الله، وهذا اعتقاد حق أو باطل؟ حق، مفهوم؟ اعتقد أولا وأدى هذا الاعتقاد إلى إنكار كل الصفات. الممثل اعتقد أولا، اعتقد ماذا؟ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ثم أدى هذا إلى التمثيل. إذن هذا كان عن اعتقاد وعن علم، تمام. أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا معكم منهم، قال ورد هذا، ورد هذا في النصوص، ورد التحذير من التمثيل، ورد وجوب الإثبات، فماذا أصنع؟ أجمع كما جمع في الكتاب والسنة، وأسلم بهذا من التعطيل، وأسلم بهذا من التمثيل، لكن اعتقد أولا، لا، استدل أولا وجاء بالأدلة ثم اعتقد، فهم؟ إذن هذا كان في القديم من المعطلة ومن الممثلة، عن علم وعن اعتقاد وعن تنزيه لله سبحانه وتعالى، تمام؟ في العصر الحاضر لا تعظيم لله ولا علم ولا غيره، بل أنهم يعني يسب الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل، في عندما أراد أن يتكلم على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. لماذا؟ لأن الموحد لابد أن ينزه الله، أما المشرك يسب الله بالشرك. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المحبة، ومن قبح الشرك كونه مسب لله. وما قدر الله حق قدره، هؤلاء الكفار،
وهذا معناه أن الموحد يقدر الله حق قدره، ولذلك ينزه الله. ومهما نزه ومهما وحد لابد أن يكون في توحيده نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يظن ظان أن لا فائدة من قراءة ما كان عليه المعتزلة. هناك في هذه الأيام من هو معتزلي بل أشد من المعتزلة، لكن لا يقول أنه معتزلي. الآن بدأنا نوضح أكثر، قلنا ما يقول أحد أنه معتزلي في هذه الأيام، صحيح، لكن هو معتزلي من دون أن يشعر. ولا يقول أحد مثلا في هذه الأيام أنه جهمي أو قدري أو جبري، لكن هو يعتقد هذا ويمشي على هذا بل أشد. نعم، تعيد بالله الكلام. قال رحمه الله العلامة ابن مانع: ومن أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه الأبحاث. نعم. فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا. هناك من في هذه الأيام من يقول هذه الفرق انقرضت، لماذا ندرس هذا الباطل حتى لا نقع فيه؟ بل هذا موجود، إذا انتهى الأمر ولا نرد. لكن هو في هذه الأيام أكثر. نعم، الملاحدة في هذه الأيام أتوا بأشياء لم يأتي بها من تقدم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الزمن إلا ما بعده شر منه إلى أن تلقون ربكم. الفرق الضالة، أول الفرق ظهورا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عصر التابعين، أول الفرق ظهورا من خوارج والقدرية. كانت البدعة في أول الأمر شيء يسير. كيف يسير؟ أول خروج في الإسلام كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كان باللسان. إذن الخطر لم يتعاظم، باللسان. ماذا قال؟ قال: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أول خروج في الإسلام. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يمكن أن يأتي خروج بالسيف إلا ويسبق خروج باللسان. فأول البدع ظهور شيء يسير. قلنا المعتزلة أول ما ظهرت الفرقة واصل بن عطاء، ماذا صنع؟ شيء يسير، اعتزل مجلس الحسن البصري شيئا فسين، حتى صارت فرقة ضالة لها معتقد، لها مؤلفات، لها كذا. نعم. قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال، وأن معتقده ومعتقدهم سواء بسواء. نعم، فماذا تصنع مع هذا؟ تبين له هذا وتحذر وتخوف وتقول: هذا مذهب القدرية، مذهب الجهمية، مذهب المعتزلة، اتق الله. تريد أن تسير على هذا؟ هل أنت معتزل؟ يقول: أعوذ بالله. طيب نرجع إلى أصول المعتزلة، هي أصول هذا أصلا بل زاد عليها. نعم، نسأل الله عافية والسلام. الذي ينكرون عذاب القبر مثلا، الذي ينكر إخواننا في هذه الأيام، يعني نسمع أشياء والله لم تكن في عند هؤلاء. يعني يأتي إنسان يقول: لا تستغرب إذا وجدت إبليس في الجنة. والله موجود في هذا، قال: ما يمكن تكفر إبليس. طيب، وأول خلق الإنسان قرد، وكذا وكذا وكذا. الآن والله إخواننا في هذه الأيام، كنا في القديم يعني الرد على أشياء يعني قد تقول أنها ليست من المسلمات، قد، مفهوم؟ لكن اليوم أشياء من المسلمات يشككوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود الله سبحانه وتعالى، في الكفار، في تكفير الكفار، في تكفير اليهود، في تكفير النصارى، في تكفير إبليس، في أبي جهل، في أبي طالب. إيه نعم، نصوص واردة، إجماع من أهل السنة والجماعة يشككوا في الأمور المجمع عليها. مجمع عليها ليس فقط من أهل السنة والجماعة، حتى من بعض الفرق الضالة أجمع عليها. اليوم هناك من ينكرها والله وينشرها ويتكلم بها. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: مثل دفن الصالحين في المساجد،
هذا أمر مجمع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت يقول هذا أدلة من كتاب ومن سنة وإجماع أمة. يأتي من يتكلم بهذا ثم يخرجوه في القنوات التلفزيونية. وقال أجمعت الأمة، كذبت والله، يقول أجمعت الأمة على جواز دفن الصالحين في المساجد. عجيب يعني، يتبجح ويخرج ويقول إجماع. من أين لك الإجماع؟ الإجماع والله على خلاف هذا، ومن خالف الإجماع كفر، نسأل الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فأن العبد إذا ارتكب ذنبا من الذنوب سواء كان من الصغائر أو من الكبائر أو الشرك الأصغر، لأن هذا غير مخرج من الملة، المخرج هو الشرك الأكبر، لكن نحذر هذا الذي يرتكب الصغائر، نقول كثرة الصغائر تؤدي الكبائر، كثرة الكبائر يؤدي للأصغر، الأصغر يؤدي إلى الأكبر، فنحذر من هذا. فإذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ماذا نصنع؟ نقول هذا لا يخرج من الملة. فماذا نحكم عليه؟ هل نحكم عليه بالإيمان الكامل أو ننفي عنه الإيمان؟ قال لا هذا ولا هذا، نقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، يجالس لا يجالس حال ارتكابه للكبيرة، يحب لا، يبغض لا، ماذا؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من فسق وكبيرة، لا يحب حب كامل ولا يبغض بغض كامل، لا يوصف بالإيمان الكامل ولا ينفع عنه الإيمان. نعم. كيف يعني؟ يعني الآن رجل والده كافر، نسأل عافية السلامة، فهذا يعني الولد يحب الوالد محبة طبيعية، ويبغض ولا بد بغض في الله، فاجتمع في هذا الأب محبة وبغض. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى آخره، المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في عبادته، المخلصون له في معاملته، العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم، فعندنا شروط لا إله إلا الله، إذا اختل شرط إذن خرج الآن، ولا بد لهذا نتعلم نواقض الإسلام. فهذا الأمر يعني قد تكلمنا فيه، أن هذا من النصح للأمة، أن نتعلم النواقض ونعلمها الناس ونحذر الناس من هذه النواقض حتى لا يقع في ناقض من النواقض. نعم. والنواقض يعني ذكرها الأئمة، كتب الفقهاء، كتب الفقهاء، لا يوجد كتاب مؤلف في الفقه إلا ولا بد أن تجد فيه النواقض. أين؟ حكم المرتد، أشياء يكون بها الإنسان نسأل العافية والسلامة مرتدا خارجا من الإيمان إلى الكفر. نعم. وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم. لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن. النواقض تجتمع في أربعة نواقض: في القول والفعل والاعتقاد والشك، هذه خلاصة النواقض، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين. فخلاصة النواقض أربعة، هي ليست بعشرة، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يحصرها في عشرة، لكن أراد أن تضبط هذه العشرة، لكن تجتمع النواقض في أربعة أشياء: نواقض قولية السب، مثلا سب الرب، الفعل السحر، الاعتقاد لو شك في ماذا؟ شك مثلا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، شك في قدرة الله، قول وفعل واعتقاد، لو اعتقد أن أحد من الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، والشك ذكرناه. نعم. لأن لكن
من يحكم على هؤلاء بالكفر؟ العلماء والقضاء، ولابد من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. عندنا أمور واضحة يوضحها أهل السنة والجماعة، كالاستهزاء مثلا، سب الرب، يقول لا يمكن أن يجهل هذا، لا يمكن أصلا أن يجهل أنه سب الرب حكم كفر أكبر، مفهوم؟ إذا كان لا يعرف هذا، إذا ماذا يعرف من الشريعة أصلا؟ نعم. قال: لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل. نعم، قول عمل اعتقاد. نعم. ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. نعم، هو يريد يقول يرد على من يكفر خوارج ومن وافقهم. نعم، يكفر بالجملة كما نسمع ونرى في هذه الأيام. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، الناس في هذا الباب طرفين وسط في التكفير، قسم من يكفر بالجملة، وقسم من لا يكفر أصلا ولا يكفر أحد، وقسم يتوسط. نعم، فإذا جاء الحكم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة أو السلف أو الأئمة كفروا إنسان بعينه، كفرنا، توقفوا، توقفنا. نعم. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإذا استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه. نعم، نريد يعني فقط مثال، ما الدليل على تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج؟ نعم صحيح، يكفروا. نعم، ما الدليل عندهم؟ مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تمام. طيب، ما الدليل عند أهل السنة في الرد عليهم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، دليل عام، نريد خاص. فمن عفي له من أخيه سماه أخا له. تمام. طيب، في الزنا نسأل العافية والسلامة، الزاني عندهم يكفر، ما الدليل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كافر كفرا أكبر عندهم. تمام. الدليل عندنا إقامة الحد عليه، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز، عن غامدية، صحيح، فهذا دليل على ماذا؟ تطهير لهذا الذنب، فهم؟ أي نعم. وقلنا كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر فالأصل أنه غير مخرج من الملة حتى يأتي الدليل. نعم، فهم أخذوا بدليل وتركوا الآخر. عندنا القسم الثاني، من هم؟ هنا تكفير المرجع، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والناس في الإيمان سواء، لا يتفاوتوا، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا القسم الثاني. أهل السنة هم وسط، لم يخرجوه من الدين بالكلية ولا يصفوه بالإيمان الكامل، لا يوصف، لا يخرج من الملة ولا يوصف بالإيمان الكامل. نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لا نستطيع أن نخرج من الإيمان، عندنا أدلة، ولا نستطيع أن نصف بالإيمان الكامل لوجود الأدلة، فجمعنا بين الأدلة. نعم. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. نعم، من استحل قتل المسلم كفر وإن لم يقتل، من استحل الزنا نسأل العافية والسلامة كفر وإن لم يزني. نعم. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. نعم. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب
والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة في الدنيا. هذا إذن المعتزلة خالفوا من؟ الخوارج في الدنيا في الحكم. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا لا، في منزلة بين منزلتين. كيف يعني؟ هل هو مسلم أو كافر؟ يعني هل هو من أهل المدينة أو مكة؟ قالوا لا، وقف في الطريق في المنتصف، تمام. هذا في الدنيا. أما في الآخرة اتفقوا، يقول اتفقوا، لأنه في الآخرة مخلد خلود أبدي في النار، نسأل العافية والسلامة. نعم. وهذا والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وقول الطائفتين، إذن النتيجة واحدة، فالعبرة بالخواتيم، نسأل العافية والسلامة. نعم. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. وقد التبس، إذا أردنا أن نرد عليهم يقول هذا الكلام باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونسرد الأدلة. نعم. وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. يقول لقلة العلم، الفرق الضالة، لو تنظر في الفرق الضالة كاملة تجد أن المعتزلة لهم مؤلفات، لهم أصول، كتب في أصول معتقد المعتزلة، الجبرية، الجهمية، كل فرقة ضالة عندها مراجع ترجع إليها، إلا فرقة واحدة. من هم؟ الخوارج. الخوارج ليس لهم مؤلفات في أصول المعتقد، يعني يرجعوا إليه يتحكموا إليه، ولهذا تجد الواحد منهم يكفر حتى الأئمة عندهم، لأن ليس لهم أصل أصلا، كل شيء مبني على الهوى، مبني على الفكر. احنا قلنا فرق الضالة منها يعني في القديم لديهم علم، اعتقاد، تعظيم لله، لكن خالفوا طريقة السلف، ولهذا وقعوا، نسأل العافية والسلام. لكن هؤلاء الغرض عندهم، يعني قلنا مثلا الممثل الآن المعطل، عطل لماذا؟ لأنه اعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو متقي لله، لكن أدى هذا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، لأنه معتقد يعظم الله. لكن هذا عندما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، غرض تعظيم الله؟ غرض إعلاء كلمة الله؟ لا، الغرض الدنيا. إذن هنا الخروج كان من أجل الدنيا، ولذلك لا علم ولا تقوى لله ولا غيره. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يضر، نعم، والناس يتفاوتوا. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مراده بهذا الكلام الرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المقالة الخاطئة هي المنزلة بين المنزلتين التي هي خاصة مذهب المعتزلة، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. تنبيه: كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات، فأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم، فأرجع إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم، فأجد فيها الأمر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته، فصح عندي أن ذلك من شؤم عقائدهم وفساد نحلتهم. ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلافي والماجن الجاحظ عرف ذلك، نسأل الله السلام. والأولى أنك لا تقرأ، أولى أن لا تقرأ ولا تنظر في تراجم هؤلاء. نعم، يكفيك ما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى. نعم، طامات، وتجد الواحد منهم، نسأل العافية والسلام، يعني أحيانا يكفر من لا يجد أحد،
فيكفر نفسه. نعم والله نسأل العافية والسلام. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. يعني لا نشهد ولا نقنط، نخوفهم ونجعل العباد يسير بين الخوف والرجاء. نعم. نقول أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا بد من توبة، يذكر بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الكبيرة. نعم. الكبيرة ما هي؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن، طرد، غضب، البراءة منه أو من فاعله، أو أنه ليس من المؤمنين، ليس من المتقين، أو أنه من المشركين، من المنافقين، من اليهود، من النصارى، أو شبه بأقبح الحيوانات، ليس لنا مثل السوء. هذه كبائر. هل الكبائر تتفاوت؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر. هذا الثاني. هل هي معدودة أو محدودة؟ هل يمكن عد الكبائر؟ لا. حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ذكر منها، هي أيضا محدودة كما ذكرنا الحد التعريف يعني. نعم. هل صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان أو كافر كفرا أكبر؟ قال هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. هل يحب يبغض؟ ذكرنا لا يحب ولا يبغض، يحب ما فيه من إيمان يبغض بما فيه من فسق ومعصية. هل يجالس حال ارتكاب الكبيرة؟ لا. هل تكفر بالعمل الصالح الكبيرة أو لا بد لها من توبة؟ نقول لا بد لها من توبة، هذا أحوط. والدليل النائحة إذا لم تتب قبل موتها، قال الجمعة لجمعة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، فهذا أحوط. مفهوم؟ أي نعم، نقول بهذا القول. هل الكبائر أعلى من الشرك الأصغر؟ لا، الشرك الأصغر أعلى من الكبائر. ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أحلف بالله كاذبا كبيرة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أراد أن يبين خطر الشرك أنه أخطر من الكبير. هو لا يحب هذا ولا يحب هذا، لكن أراد أن يبين للناس. نعم. هذه مباحث في الكبيرة تضبط لابد. نعم. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، ما نقنطهم من رحمة الله، ونجعلهم يسيروا إلى الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نشهد لهم بالجنة، اعلم إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلنا عندنا هذا متفق عليه، الأمر الزائد أن من شهدت له الأمة. نعم. قوله ولا نشهد لهم بالجنة، اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان، وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى. ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المشرك فنشهد له بالنار، لأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال العلامة ابن باز رحمه الله: مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم، كما يأتي ذلك في آخر كلامه، مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. هذا على العموم. نعم، كما دلت أهل الإسلام في الجنة الآن الصحابة، كل الصحابة في الجنة لا شك في هذا، هذا من حيث العموم، وكلا وعد الله الحسنى. أما لا نحكم لصحابي بعيني أنه في الجنة إلا بدليل. فهم؟ نعم. طيب، قال وأما الكفار والمشركون والمنافقون من أهل النار، كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن ذلك قوله سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم، وقوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى، وقوله سبحانه في الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في آيات أخرى تدل على هذا المعنى، وبالله التوفيق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا ما قلنا، وسط بين الخوف والرجاء. نعم. قال العلامة ابن فلا يغلب جانب على جانب. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله قال الشارح يجب أن يكون العبد خائف الراجية، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. يعني خوف لكن وسط، ورجاء وسط، إذا غلب جانب على جانب يسقط. نعم. كجناح الطائر. طيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.